مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم كل يوم احد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافه. ضيفنا هذا المساء هو الكاتب والحقوقي احمد عصيد. لمده ساعه سنعود معه الى مجموعه من المحاور والقضايا، من بينها واقع اللغه الامازيغيه بعد 6 سنوات من تكريسها دستوريا، واين وصلت الجهود لنشرها وادماجها في مختلف القطاعات، وايضا للحديث عن تطور الحريات الفرديه بالمغرب ولماذا يكون النقاش حولها مسار جدل وتشنج في المواقف. سي احمد عصيد، مرحبا بك. اهلا وسهلا سي عبد الله، وشكرا على الاستضافه، وكنحيي الزملاء والاصدقاء الصحفيين، وكنقول اسكواس ماينو يغوداني فولكيني مره مغاربين ولا ايتي زمد افريقيا ولا كله امازان ولا افغان غير سيدي. سنة سعيدة لك أيضا، سنة للجميع. يسر أيضا أن يكون معي الزملاء محمد بن القاسم، صحفي من موقع هيسبريس. مرحبا بك. مرحبا سعد الله، وسنة سعيدة للجميع الأمازيغيين المغاربة وجميع الأمازيغيين اللي كاين في المنطقة المغاربية. شكرا لك. وأيضا عزيز علي، صحفي بموقع دوزيام بويما. شكرا سي عبد الله المرة الثانية على الدعوة، وأتوكا سامعين إيغودان لكل أمازيغ العالم والجالية المغربية في كل مناطق العالم. إذا أنا بدينا بالسنة الأمازيغية الجديدة، وهذا هو النقاش اللي كان حاليا هذا الأسبوع هذا حول السنة الأمازيغية الجديدة، أو ما يعرف أيضا بالسنة الفلاحية. بغيت نسولك سي أحمد عصيد على بالنسبة لك شنو الأصل ديال هذا التقويم هذا والدلالات ديالو بالنسبة لك ما يسمى بالسنة الأمازيغية. هذا تقويم فلاحي اعتمدوه سكان جمال إفريقيا منذ يعني قرون طويلة، فهو من التقاليد العريقة اللي عندها واحد الرمزية قوية، وهي رمزية الارتباط بالأرض بالنسبة لسكان المغرب وشمال إفريقيا. وهاد رمزية الارتباط بالأرض كتبان في يعني الطبخ والإعداد ديال الأكلات التقليدية اللي كيتم فيها طبخ كل إنتاجات الأرض، كل ما تعطيه الأرض كغلة، سواء تعلق الأمر بالحبوب أو تعلق الأمر بالخضار أو بكل الأشياء اللي هي مرتبطة بالحياة الفلاحية. وهاد التقليد هذا كيكون في كل 12-13 يناير من كل عام، والهدف منه عند السكان هو التيمن بسنة فلاحية يعني فيها خصب وفيها عطاء بالنسبة لهم. وبطبيعة الحال كاين رمزية أخرى هي رمزية العراقة التاريخية، ومن هنا تم اختيار يعني واقعة تاريخية باش يبدأ منها التقويم، لأن في كل الشعوب كيكون عندهم إما تقويم قمري أو شمسي أو فلاحي، لأن التقاويم كثيرة في العالم، ولكن كيختاروا واحد الواقعة بشكل كونفونسيونيل يعني بشكل مواضعاتي، وكيبداو منها التقويم. بحال مثلا رأس سنة الهجرية اتفق الصحابة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أنهم يبداوها من هجرة الرسول، بينما كانوا هناك صحابة آخرين قالوا نبداو من ميلاد الرسول، صحابة آخرين قالوا نبداو من الوفاة ديالو، فتم اختيار الهجرة وبدا التقويم من هناك. كذلك بالنسبة لمازيغن اختاروا حدث اعتلاء واحد من الملوك الأمازيغ شمال أفريقيا عرش مصر، وهذا ساهم في تمديد العرش الفرعوني يعني قرون أخرى، مثل ما ساهم المرابطون في تمديد 400 سنة للأندلس اللي كانت غادي تسقط لولا الملك المغربي يوسف بن تاشفي. ولكن كما قلت بأن هذه السنة هذه الفلاحية بأنها هي كيشارك فيها جميع المغاربة، هي يعني جميع ماشي حصر فقط على المكون الأمازيغي من المغرب، ولكن أيضا مثلا حسب في المناطق اللي كنعاون بين قوسين العربية، يعني المناطق البدوية اللي تتكلم باللغة العربية، وبالتالي فهي كتحتفل أيضا ما يعرف بالناير ولا بالحوادز، يعني كتكون مثلا كل منطقة الخصوصية في ديالها في الطبخ، مثلا كاين اللي كيدير الرفيسة، كاين اللي كيدير الكسكسو، يعني بأنها ليست فقط حصرا على مكون واحد، بل هي سنة وتقويم وطني. هاد الظاهرة وطنية كيحتفلوا بها جميع المغاربة في كل مناطق المغرب، وحتى في الجزائر وفي ليبيا ومناطق أخرى، ليست مقتصرة على الناطقين بالأمازيغية، ولكن القبائل العربية اللي استوطنت في المغرب بالخصوص في العهد الموحدي لقاو هاد التقاليد كاينة فاحتضنوها أيضا، كيف أنواع الرقص الجماعي اللي لقاو ملي كتشوف مثلا عبيدة الرمى، راه كاين واحد التفاعل مع احيدوس ومع احواش فاذا كل سكان لما كيسكنوا في واحد الارض كياخذوا كيتاثروا بالمحيط ديالها، المحيط الثقافي والمحيط الحضاري والتقاليد والعادات، وهذا بطبيعه الحال هو اللي كيبين علاش ان سكان المغرب سواء كانوا ناطقين بالامازيغ او غير ناطقين كيعتمدوا هاد التقاليد وكيعطيوها اسماء مختلفه، بحيث انها في كل منطقه كتلقى لها اسم وكتلقى تقليد
مميز سواء في الطبخ أو في أشكال الاحتفال أو في الاسم. اسمح طيب. بالقسم سي أحمد مساء الخير مجددا. أنا عندي غير ملاحظة في هذه المسألة اللي اثار الزميل عبد الله بخصوص يعني هذا التراث اللي بغينا نقولوا الوطني المشترك، يعني الثابت اليوم أن يعني هذا الجانب هذا مرتبط يعني بقافي قوي الحدود الساعة ما استطعناش يعني ندافع على هذه الهوية بطريقة يعني كلنا كمغاربة، بمعنى آخر أنه كنتكلموا على الناير الفلاحي كيف شرتي لي، كتحس بالفعل أن هناك فئة فقط هي من تدافع وكيتغلب الجانب الإيديولوجي هنا، يعني هذا تراث ديالنا كله. الانتقادات طبعا اللي كتوجه للفاعل السياسي الى غير ذلك هذا كينعكس حتى على يعني طريقه النضال اللي بغينا نقولوا. واش ما كتشوف سي احمد اليوم انه بعد تقريبا على الاقل يعني هاد السنين هذه اللي قضات الحركه يعني الامازيغيه انه مازال ما قدرش انها تملك هذا النضال هذا المغاربه باش تولي هذه قضيه ديالنا كامله كمغاربه ماشي قضيه فئويه وما يكونش نضال فيها فئوي. بالعكس انا كنعتقد بان الحركه الامازيغيه العمل ديالها جعل العديد من الاطراف كتنخرط في هذه الاحتفاليه في السياق الحديث، يعني في السياق الحداثي، لان كانت الاحتفاليات قرويه كانت كتتم في العالم القروي بالخصوص، ولكن الان الاحتفاليات كاينه في العالم القروي وكاينه في المدن الكبرى وكتعملها جمعيات وكينخرطوا فيها منتخبون في البلديات في الجماعات، وهاد الناس كلهم اللي منخرطين وفيهم اللي كيمول التظاهرات ليسوا بالضروره ناطقين بالامازيغيه. وعمري مازيغن ما قالوا ان هذه المناسبه ليست للناس اللي ماشي ناطقين، بالعكس غتلقى بان في الوثائق اللي نشرها الحركه الامازيغيه يتحدث عن هذا الامر، بان الاحتفال براس الامازيغ يعم سائر مناطق المغرب وانه ديال المغاربه كاملين. ومن القرائن والادله اللي كنستعملوا من اجل باش ننتزعوا اعتراف رسمي هذه الحجه هذه، لان هذه حجه قويه كتبت بان هذا العيد عيد لجميع المغاربه، ولهذا على الدوله انها تعترف به عيد وطني. ومن هنا كنستغربوا صراحه التعقيب ديال والرد ديال الوزير السي محمد بن عبد القادر اللي هو واحد الرد يعني خارج السياق. احنا كنا كنتمناو ان الحكومه قبل ما ترد علينا تعمل دراسه، تنزل للميدان تشوف الناس فين كاينه هذه الاحتفالات، تشوف الدراسات اللي عندنا، تشوف المعهد الملكي للامازيغيه شنو عمل الى اخره، وبعد ذلك من تستكمل العناصر ديال البحث يمكن ليها تتخذ موقف. جا واحد موقف متسرع للغايه وضعيف وماشي في مستوى اللحظه التاريخيه اللي احنا فيها، ولهذا يعني كنتاسفوا بانه مباشره بضعه ايام من بعد كتجي صفعه من الجاره الجزائر اللي تقر هذا العيد عيد وطني في الوقت اللي الحكومه ديالنا كترد علينا واحد الرد كنعتبره شخصيا مخجل لانه لا يليق بحكومه. سي احمد عاصم، انت من المثقفين ومن الرموز للحركه الثقافيه الامازيغيه بالمغرب، الان مرت 6 سنوات على ترسيم اللغه الامازيغيه يعني بان اعتبارها لغه رسميه للبلاد. بغيت نسولك الان رايك، انت تقريبا اكثر من 30 سنه وانت كتناضل في هذه القضيه هذه، شنو فين وصلت الان قضيه اللغه الامازيغيه انتشارها ومكانتها الان في المغرب؟ واش انت متفائل متشائم كيفاش كتشوف؟ لا، هو الفاعل المدني عمره ما كيكون متشائم. التفاؤل دائما هو اللي كيحرك الفعل المدني الديمقراطي، وحنا كنعتبروا ديما من خلال العمل اللي كنقوموا به سواء على الصعيد الفكري او الميداني الحركي كنعتبروا بان المغرب ديال غدا لابد ما يكون احسن من المغرب ديال اليوم واحسن من المغرب ديال الامس. الوضعيه الامازيغيه الان هي وضعيه يمكن نعطيها واحد العنوان، وهي ترسيم واعتراف مع وقف التنفيذ. هذا هو العنوان، لان الاعتراف كاين من 2001 من خطاب اجدير 17 اكتوبر، كان الملك محمد السادس عمل يعني خطاب تاريخي اللي قال فيه بان الامازيغيه مسؤوليه وطنيه لجميع المغاربه، وهذا كان بالنسبه لنا منعطف كبير في السياسه الثقافيه للبلاد وفي السياسه الهوياتيه وحتى في هويه الدوله. جاء الترسيم ديال 2011 زاد قوى هذاك الاعتراف السياسي واعطاه ضمانات قانونيه، ولكن هذا الترسيم جاب واحد الصياغه اللي كتقول انه تعد اللغه الامازيغيه ايضا بجانب العربيه لغه رسميه للبلاد، ويصدر قانون تنظيمي يحدد كيفيات ومراحل ادراجها في القطاعات الحيويه يعني قطاعات ذات المجالات ذات الاولويه. القانون التنظيمي الان اللي هو في اطار ديال المشروع في وضع المشروع اللي هو الان مشروع يناقش امام البرلمان يناقش.
علاش وقف التنفيذ؟ لأن أصبح تفعيل الطبع الرسمي مرتبط بقانون. وبمعنى الحكومة السابقة ما عملت هذا المشروع إلا في آخر يوم من الولاية ديالها، نهار الخميس 6 أكتوبر يعني في العشية، عاد قدموا رئيس الحكومة السابق للبرلمان، بمعنى دوزنا 5 سنوات بدون قانون تنظيمي ديال اللغة رسمية، في حين أن الحكومة عملت جميع أنواع القوانين اللي هي مطروحة عليها فيما قبل، بما فيها قوانين يعني ثانوية بالنسبة لموضوع اللغة الرسمية اللي هو موضوع عنده أهمية كبيرة. دابا ولو عندنا واحد الترسانة قانونية كلها تدارت خارج الاعتراف بوجود لغة أمازيغية رسمية، يعني كلها غتعاود لما يخرج القانون التنظيمي غادي خصنا نعاودوا ديك الترسانة كلها من 2012، لأنه ما تدارتش في ظل وجود قانون تنظيمي ديال الأمازيغية. إذن سبب البلوكاج اللي كاين هو أننا عندنا ترسيم ولكن التفعيل دياله مرتبط بقانون ما تمش الوضع دياله في الوقت المناسب، وهذا كيبين لنا قيمة الأمازيغية عند الفاعلين السياسيين. عزليو سي عاصد، غادي نرجع لك النقطة اللي شرتي ليها قبيلة واللي وصفت فيها بصفعة من جرى الجزائر إلى المغرب عن طريق اعتماد رأسنا الأمازيغية كعطلة رسمية. يعني كيشوف كيوصف البعض هذه القضية هذه بأنه تقدم للجزائر على المغرب في جهود ديال إعادة الاعتبار اللغة الأمازيغية، ألا ترى في أن هذا بعض الحيف، خصوصا وأنه إلا جينا نشوفوا حتى وضعنا حتى في السياق اللي جات فيه هذا القرار ديال اعتماد رأسنا الأمازيغية كعطلة رسمية، هي جات في واحد السياق ديال احتجاجات في منطقة القبائل. نعم. بعد يعني رفض واحد المرسوم لتعميم تعليم اللغة الأمازيغية. يعني واش كيبان لك ما كيبانش لك بأنه المغرب نوعا ما متقدم أو كاين واحد شويه الحيف؟ المغرب في الملف الأمازيغي ككل وفي تدبير التنوع الثقافي واللغوي أصبح إطار مرجعي منذ 2001، ولو كيجيو عندنا التوانسة والليبيين والجزائريين باش كيستلهموا التجربة ديالنا، ولات عندنا ريادة بعد ما كنا يعني مقارنة بما التقدم اللي كان في القبائل في الجامعة ديال القبائل مثلا يعني متقدمين علينا كثير، لكن فيما بعد أصبح عندنا واحد تراكم معرفي وأكاديمي وتراكم أيضا في الدينامية الثقافية، أصبحنا إطار مرجعي. لكن في موضوع رأسنا الأمازيغية كان يمكن للمغرب أنه يبقى يحافظ على الريادة دياله، كنا متقدمين في إيجاد مؤسسة بحجم ليركام، تقدمنا في ترسيم اللغة الأمازيغية، الجزائريين جاوا من بعد منا في الترسيم، كان ممكن نكونوا عاود الاولين في هذا الموضوع. ولكن حتى هذا الموضوع هذا جا بقرار رئاسي ما جاش عن طريق البرلمان اعتماد مثلا. بطبيعه الحال حتى الملف الامازيغيه في المغرب راه فيه يعني صلاحيات الحكومه وفيه صلاحيات الفاعل الملكي. الفاعل الملكي في المغرب كانت عنده السبق والرياده، لان كل السياسات اللي عملتها الحكومه من 2001 كانت طبقا لقرار ملكي. والملكية في المغرب عندها الثقل ديالها في التوازنات، خاصة في الملفات الحساسة اللي فيها خلاف واللي كتحتاج لواحد نوع من التوازن، وكتحتاج لواحد نوع من لاغبيطاج، نوع من التحكيم. والآن الموقف ديال الحكومة اللي هو ضعيف جدا، ما بقى إلا أننا ننتظروا أن يعني القرار الملكي يحسم في اتجاه الترسيم ديال هذه المناسبه الوطنيه. محمد بالقاسم. سي احمد، يعني نتفاعل معك شويه في هذا النقاش الاخير، هذا اخر ما صرحتي به لاسبريس يعني الامس، انه يعني الملف الامازيغيه هو بيد المؤسسه الملكيه. نعم. طيب يعني انت اليوم يعني هذا اعتراف انه المؤسسه الملكيه الادوار اللي قامت بها يعني بالنسبه لك يعني مهمه جدا، كاين اشكال على مستوى الفاعل الحكومي ولا الفاعل السياسي، واش نعتبره ان يعني هذا موقف ايديولوجي؟ لانه هذا ما يعاب كثيرا على الحركه الامازيغيه. أوه. انه جزء كبير منها يعني مرتبط ايديولوجيا، اليوم عندنا واحد التيار اللي هو التيار الاسلامي يعني في الحكومه، واش نعتبروا هذا واحد النوع ديال 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 الموقف يعني يعني ديال 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 الحركه الامازيغيه ضد يعني الاسلاميين، يعني اللي الامر انا بالنسبه لي يقتضي انه هذا ملف وطني يقتضي التوافق، يعني اذا كانت مؤشرات من طرف اعلى سلطه اللي هي الملكيه فيفترض من الفاعلين لا الحقوقيين ممثلين في الحركه الامازيغيه او لا يعني الحكومه انه يكونوا يعني واحد النوع من التوافق باش ننزلوا هذا الورش الوطني، لانه التجاذبات ما يمكن لها الا تاجل هذه العمليه هذه. واش ما كتشوفوا بصح انه الحركه يعني الامازيغيه اليوم يعني كدير واحد النوع يعني لا بغينا نقولوا ديال المعارضه لفاعل رئيسي، يعني يمكن ان يكون يعني لو كانت يعني السياقات غيروها ولو كان التوافق كان يمكن ان يعني انه
انه نتقدموا في الملف اكثر من اننا يعني نقلبوا على الاشكالات. هو الحركه الامازيغيه الطريقه باش كتشتغل هي انها كتعتمد المواقف والوثائق والقرارات ديال التنظيمات السياسيه، بمعنى الموقف ديالنا من حزب معين هو انطلاقا من الادبيات ديالو، المشروع المجتمعي ديالو، الايديولوجيه ديالو، وكذلك السلوك السياسي. فاذا التصادم ديالنا مع الاسلاميين السبب ديالو ماشي ان عنده موقف مسبق، لا، هو التصادم سبب الرئيسي هو اولا المكتوب، يعني المشروع المجتمعي كيف هو مصغ حنا كنتحفظوا عليه لان ماشي مشروع ديمقراطي، كذلك السلوك السياسي، الاخطاء التي يرتكبها هذا الحزب او ذاك فيما يتعلق بالملفات الحقوقيه كنحاسبوا عليها هاد الاطراف. التدخل ديال الملك تحدثت عليه بشكل وصفي، يعني فقط وصفت واحد الواقع مغربي، وهو ان في عدد من الملفات الحساسه الملكيه عندها الرياده. علاش؟ لان الاحزاب مختلفه فيما بينها بسبب الاختلاف الايديولوجي، وكيولي تطاحن، وكيحتاجوا للناس ان الموقف الملكي يرجح الاتجاه نحو المستقبل. هذا الشيء اللي وقع في خطه ادماج المراه في التنميه من حدود من 2011 على الاقل، يعني لم يثبت انه شي حزب سياسي عبر عن موقف مناقض للامازيغيه. لا، لكن عندنا احزاب اللي هي حليفه للقضيه الامازيغيه كاينه داخل الحكومه، وكنا كنتمناو تاخذ المبادره في الضغط. شنو هي المعايير ديال التحالف زعما باش نفهموا؟ التحالف هو المواقف المعلنه. انا قلت لك انه والمبادرات الى يعني منذ يعني الترسيم يعني الاعتراف الدستوري الى الان او منذ 2001 تقريبا ما كاينش مواقف لكن من الاحزاب معاديه مثلا. لا، يعني مواقف من احزاب معاديه كاين بعض الشخصيات القياديه ارتكبت اخطاء، ولكن ما كاينش موقف ديال حتى تكلمتي قلتي الوثائق زعما انا كان لا كاين وثائق الاحزاب الحليفه. ما نعطيك مثال، مثلا الحركه الشعبيه كتعمل كل سنه الجامعه الشعبيه وكتعملها حول الامازيغيه، البي بي اس كذلك كيعمل وعنده مواقف تاريخيه، ولكن في الوقت اللي كننتظروا من الحزب الذي يراس الحكومه انه يقوم بخطوه في طريق تفعيل الطابع الرسمي، مع العلم انه كان ضد الترسيم، ما خصنا نذكروا هذه، راه الاحزاب اللي كنهضروا عليها كلها عملت في الوثائق ديالها اللي قدمت للمانوني معظم الاحزاب لغه رسميه، حزب العداله والتنميه عمل لغه تكون وطنيه فقط وما تكونش رسميه، اذا هنا ديجا كاين موقف اللي هو كان مضاد. في 2013 كيقدم الحزب مقترح قانون ديال العربيه، في الوقت اللي قدام مطروح عليه مشروع قانون ديال تنظيم الامازيغيه اللي كيهضر عليه الدستور، الدستور لا يتحدث عن قانون العربيه، كيتحدث على ان الدوله عندها مسؤوليه لحمايه اللغه العربيه. ولكن استاذ احمد اسمح لي ندفع معك، واش هذا كيتعارض مع الامازيغيه؟ زعما واش تقديم مقترح قانون للغه العربيه يتعارض بالضروره مع الامازيغيه؟ بمعنى لا هذا ما يعد لا اسمح لي هذا من الامور التي تعني ان هناك يعني نوع من التعارض، يعني الحركه الثقافيه ولا الحركه الامازيغيه بحال كتقلب على واحد النوع ديال التعارض مع اللغه العربيه، هو زعما راه الاشكال اللي عندنا في الحق عندنا مع اللغه الفرنسيه. لا كاين هناك محاوله، ما عندنا حتى مشكل مع الفرنسيه. لا زعما الاشكال ديال ان لا الاشكال اللي المفروض يطرح راه ودي في الوقت اللي كاين نقاش بين الامازيغيه والعربيه، راه كاين مثلا اليوم قانون اطار كيمكن اللغه الفرنسيه ولا احد انتبه له، الامر كان شيء يعني لا يعنينا. بمعنى واش اللغه العربيه اليوم تتعارض مع اللغه الامازيغيه؟ صح، اللغه العربيه من حيث هي لغه ديال المغاربه كاملين لا تتعارض مع اي لغه اخرى. الايديولوجيا التعريبيه اللي كيعتمدوها بعض العاملين داخل حزب العداله والتنميه واحزاب تعريبيه اخرى، كنقصد بهنايا ذاك الاتجاه ديال التعريب المطلق اللي باغين لغه واحده للدوله هي العربيه، وتعريب الكيان وتعريب التاريخ وتعريب الشخصيه واسماء الاماكن واسماء المواليد، هذا الشيء حنا ضده. مطروح عليك رسميا انك تعمل وانت في الحكومه قانون تنظيمي للامازيغيه، جيتي في الوقت اللي حنا كننتظروا لان سنه 2012 2013 هي اللي عرفت الزخم ديال النقاش حول القانون التنظيمي للامازيغيه، وكانت هناك 6 المذكرات عملناها للحكومه زائد مقترح قانون يعني عملناه في 2013 وتقدم للحكومه، كيجيه الحزب الذي يراس الحكومه كيدير مقترح قانون العربيه، ثم شنو كيعمل من بعد؟ كيجي حتى غادي يبداو الناس في المناقشه هاد الايام ديال القانون التنظيمي ديال الامازيغيه كيعاود ينزل المقترح ديال العربيه اللي كان تقدم فيه في 2013، باين ان الغرض هو التشويش، وحنا هكذا ما يمكنش نتقدموا، العربيه عندها المكانه ديالها، الامازيغيه عندها المكانه ديالها، ما خصناش ننظروا ان هناك تصادم بين لغتين والايديولوجيات، الايديولوجيات الاقصائيه خصها تراجع
لان ما بقاتش عندها مكانه في المغرب وما يمكن لها. سي احمد عاصم، واش ما كاينش جزء من الحركه الثقافيه الامازيغيه حتى هو اقصائي، كيمارس واحد النوع ديال الاقصاء خصوصا من اتجاه مكونات من المكونات ديال الهويه المغربيه، مثلا كنشوفوا مثلا التعامل ديال جزء المكون الثقافي الامازيغي، مثلا كيفاش كتعامل مع التاريخ ديال المغرب، مثلا التاريخ ديال الاسلام، بعض الرموز ديال اللي كيعتبروها مثلا بانه مجموعه من الناس في المغرب، مثلا عقوب بن نافع ولا موسى بن نصير وغيرهم، كيفاش كيتعاملوا معهم، كيفاش مثلا النظره ديالهم المكون الاندلسي للمجتمع المغربي حتى هو اللي مهم، مثلا علاقه مثلا مع مدينه في كفاس، يعني واش ما كاينش واحد النوع حتى في داخل الخطاب الامازيغي الثقافي الامازيغي كاين واحد النوع ديال الاقصاء ديال المكونات ديال المجتمع المغربي. سي عبد الله، الحركه الوحيده في المغرب منذ عقود اللي بوحدها اللي كانت كتقول ان مكونات الهويه هي الامازيغيه العربيه الاسلاميه الاندلسيه اليهوديه الافريقيه المتوسطيه، هي الحركه الامازيغيه، هي الحركه. وهذيك الصيغه اللي كنا كندافعوا عليها دائما هي اللي دخلت للدستور في 2011، بينما ناس اخرين كانوا كيعتبروا ان هذيك التعدديه اللي كنا كندافعوا عليها ستشتت الوحده ديال البلاد. لما تكلمتي على رموز تاريخيه، ان شنو كيعملوا المازيغن؟ كيحاولوا يردوا هذيك الرموز للسياق التاريخي الحقيقي. عقبه بن نافع ماشي هو الصوره اللي تعطت لنا في المدرسه، اللي هي صوره وهميه خياليه. ملي كترجع للطبري او المسعودي مروج الذهب او الكامل في التاريخ لابن الاثير او ابن عبد الحكم، مؤرخين المراجع التاريخيه الكبيره، شنو كتلقى؟ كتلقى انه قائد عسكري كانت كتهمه الغنائم وكان كيسترقق الناس وكان يعني قاسي جدا وما كانش كيحترم المبادئ الاسلاميه في التعامل مع الناس. ولكن جزء من المغاربه كيعتبروا متى بان هذا المثال ديال عقوب بن نافع بانه هو اللي دخل الاسلام المغربي، يعني بان دخول الاسلام كدين وكعقيده مرتبط بهذ الاشخاص التاريخيين. لا، احنا بالنسبه لنا الجيوش الامويين ما جاتش من اجل نصر الاسلام، جات من اجل الغنائم والمراسلات بين الخلفاء، والقاده العسكريين ديالهم واضحه في هذا الشعب، كيطلبوا الرقيق وكيطلبوا الغنائم وعمرهم ما كيسولوا فين وصل الاسلام. واكثر من هذا الشيء، من قال لهم واحد من القاده العسكريين اللي كان شويه مزيان مع السكان، قال للخليفه راه الناس اصبحوا مسلمين، راه ما عندي، قالوا انا ما عندي ما ندير بالاسلام ديالهم، صيفط انا، احنا كننتظروا الذهب والفضه والرقيق. اذا الامازيغ اللي كتكلم عليهم السي عبد الله راهم كينطلقوا من المرجعيه التاريخيه، عندنا نصوص، عندنا وثائق. احنا ما كنبغيوش الخرافات والاساطير، كنبغيو التاريخ ديال بلادنا نقراوه قراءه علميه متوازنه في صالح بلادنا. ولكن ما يمكنش لينا نبنيو مغرب المستقبل على الخرافه وعلى التزييف ديال التاريخ. ولكن ما غاديش ننفي بان هناك اشخاص، افراد ماشي جمعيات، افراد كيتكلموا باسم الامازيغيه وكيعملوا لانونيما، كيعملوا الاسم المستعار في الفيسبوك، وكيتكلموا على اللغه العربيه بشكل مخل، وكيتكلموا على الاسلام بشكل مخل. هذا ما كنكروش، ولكن ما يمكنش يتحسبوا على الحركه الامازيغيه. علاش؟ شوف لي الادبيات الجمعويه، شوف لي المواقف ديال التنظيمات، وشوف ايضا ما يكتبه الاشخاص بصورهم واسمائهم اللي هما قياديين ومسؤولين في الحركه. خارج هذا الشيء راه هاد يعني الهراش اللي هو في مواقع التواصل الاجتماعي، انا كنعتبره شخصيا من الامور المهدده للمشروع الديمقراطي الوطني. هاد العنف اللفظي اللي غادي كيتزاد في المواقع الاجتماعيه ماشي في صالحنا، وخص المغاربه يجلسوا يشوفوا كيفاش غيعملوا باش الشباب ديالنا ما يمشوش في اتجاه العنف، يمشوا في اتجاه الحوار الوطني الديمقراطي. سي عاصد، على هذه النقطة هذه بالضبط اللي كنتي انت كتندد دابا بالعنف، وكتقول بأنه الأغلبية كيكون غير في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إلا جينا نشوفوا بأنه في خلال حكومة سابقة كانت هناك احتجاجات الحركة الأمازيغية اللي تم حرق صور ديال عبد الإله بن كيران. يعني أنا عبرت على موقفي، وكان يعني ولا جيتي تشوف يعني نهضروا اون جينيرال، واش ما كتشوفش بانه حال الوقت باش انه الحركه الامازيغيه باش انها تتراجع الحوار الخطاب ديالها؟ لحقاش حتى لدابا والحدود الساعه اللي كنتناقشوا حنايا كنلقاو باللي مازال الخطاب ديال الحركه الامازيغيه مازال كيعتمد على المظلوميه، مازال كيعتمد على خلق العدو مثلا او المناهض للغه العربيه او للحركه ديال الاسلاميين، على الرغم من انه كيف ما قال سي محمد القاسم كل يعني الكل ما كانش واحد توجه مباشر واضح بان القانون اللي كان حطته الحكومه السابقه في الظرف اللي كان هناك نقاش حول تفعيل طبع الرسمي الامازيغي كان يستهدف الامازيغيه، ولكن جاء
من انطلاقا من نقاش كان ديك ساعات بحول الاكتساح ديال اللغه الفرنسيه في الادارات، وكان الهدف ديالها هو يكون واحد التوازن ما بين العربيه وما بين الفرنسيه، ولكن ماشي الامازيغيه، وما تحددش ولو في شي بند نعم. من البنود ديالها على اقصاء اللغه الامازيغيه. لا، احنا كنرفضوا اي يعني محاولات ايديولوجيه لخلق مواجهه بين المكونات ديال البلاد، هذا الشيء مرفوض، وكل واحد يحاسب على مواقفه اللي هي يعني واضحة، إما في السلوك السياسي أو إما في المكتوب. وكان اعتبروا بأن ما نحتاج إليه اليوم هو سياسة لغوية واضحة غير ملتبسة وما فيهاش غموض، لأن إلى الآن السياسة ديال الدولة المغربية مرتبكة وفيها التباس وفيها غموض، لأن ما كاينش حسم، والحسم بالنسبة لي هو تحديد وظائف اللغات. العربية شنو بغينا منها بوضح، الأمازيغية شنو بغينا منها بوضح، واش غادي تعمل ثورة علمية أو صواريخ بالعربية أو بالأمازيغية قولها لي، وكيفاش، واش وجدتي لهذا الشيء، الفرنسية شنو الدور ديالها، واش بغيتي من الإنجليزية، راه هذا الشيء كله باقي غامض في الخطاب الرسمي. القضية اللي قلتي قبيلة ديال الخطأ ديال إحراق الصور، أنا متفق معك وعملت تصريحات في الصحافة ضد عملية ديال إحراق الصور ديال رئيس الحكومة السابق. علاش؟ ولكن هذا ما كينفيش انهم كانوا من الحركة الامازيغية، وهذا الشيء هذا غلط. علاش؟ لان احراق الصور او احراق الصور او الاعلام، احراق الصور او الاعلام هذا تخي فور بالنسبة للصراع اللي احنا فيه، اللي هو ماشي صراع بين الاعداء، احنا الاسلاميين ماشي اعداء ديالنا، هادو خصوم سياسيون، ولكن كلنا مغاربة، وخص كل واحد فينا يعمل انطلاقا من مرجعيته باش ندفعوا بالبلاد ديالنا للقدام. ولهذا هذه السلوكات هذه هي اخطاء ما خصهاش يتعاود تكرر، وانا دائما الح على ان الخطاب الحركه الامازيغيه خاصو يبقى في سياق الخطاب الديمقراطي اللي كيدعم التعدديه وكيدعم التنوع، ولكن في احترام لكل المكونات الاخرى. محمد القاسم. استاذ احمد، انا غادي نرجع معك شويه في دابا. اليوم الدستور واضح، نعم، كيتكلم على ان الامازيغيه لغه رسميه، بمعنى ما كاين، ما بقاش عندنا نقاش في هذا الامر. عندنا اشكال على مستوى القانون التنظيمي، بالفعل كاين تاخر كبير سجل من اصل تقريبا 19 القانون التنظيمي اليوم. نعم. كاين القانون المتعلق بالامازيغيه مازال ما يعني ما شدش الطريق ديالو بشكل كبير. ولكن انت اليوم السي احمد زعما النفس باش كتكلم به الحركه الامازيغيه كانها حزب سياسي في الحقيقه، كتكلمي على الاسلاميين مثلا كخصوم. انا بالنسبه لي راه زعما كاينين امازيغ اسلاميين، زعما المفروض ان هذا المنطق ديال التوافق اللي غايب للاسف على الخطاب ديال الحركه الامازيغيه هو واحد من الانتقادات الكبيره. بمعنى فاش كتقول لي انا مثلا هذا الحزب اكس راه خصم ديالي، انا كنعتبر السي احمد اليوم هو حزب سياسي ماشي حركه حقوقيه ولا حركه نضاليه. بمعنى اخر، ان واش ما كاينش امازيغي اسلامي اليوم في المغرب؟ لا، بالطبع الغالبيه ديال الاسلاميين. طيب الغالبيه، طيب العظمى. اذا انا بالنسبه لي ابتداء من سعد الدين العثمان هو الاول، ولكن لي هذا الموقف تلقى الرفض من طرف الحركه الامازيغيه. بالنسبه لي انا هذا الموقف الرافض لواحد المكون اللي هو اليوم الاول في البلاد، زعما فيه شويه ديال الحيف على الاقل على الامازيغيه. لا ما فيش حيف نهائي. لا انا بالنسبه لي انه شوف الله يخليك، حنا ما كيهمناش الشخص واش امازيغي ولا ماشي امازيغي، باش نكون واضحين، حنا كيهمنا الشخص شنو بغى، شنو المشروع ديالو. لان كانوا زعماء اسلاميين في المغرب، فيهم اللي توفوا وفيهم اللي باقي، كلهم امازيغن، ولكن كنا كنعارضهم بقوه. علاش؟ لان الفكر ديالهم فكر اجنبي، اما الوهابيه السعوديه واما الاخوانيه المصريه. حنا الى شي واحد غادي يتكلم من منطلق ديني، كاين الاسلام المغربي، وراه الدستور كيعطيه ثلاثه النعوت: الاسلام الوسطي، السمح، المعتدل. شنو معنى الاسلام الوسطي، السمح، المعتدل؟ هو اللي كيعمل على الملائمة بين النصوص الدينية وواقع الناس ومصلحة الإنسان وكرامته. هاد الناس اعتبرناهم بأن ما كيمشيوش في هذا الاتجاه، جابوا إيديولوجيا جاهزة من الخارج وباغين يلبسوها للمغرب، وحنا شفنا بأن إلا وقع هذا هويتنا وثقافتنا لغتنا غادي تمشي. واخا هما أمازيغ، ولكن ما عندهمش حرص على الأمازيغية، ما عندهمش يعني، ما مشغولينش بها، كتهمهم العربية، لأنهم وقعوا في خطأ اعتبار ان العربيه لغه الدين، بينما العربيه هي لغه بشريه بحالها بحال اللغات الاخرى. والاسلام عمره ما انتشر بالعربيه في تركيا وفي ايران وفي امريكا وفي كل البلدان، انتشر بلغات اخرى، وفي بلاد شمال افريقيا انتشر الاسلام بالامازيغيه، لان الفقهاء الامازيغ كانوا كيشرحوا للناس معاني القران بلغه القوم. هذا كيبين بان الصراع ديالنا ليس ضد اثنيه او كنطلقوا من منظور عرقي، لان ما عندناش عرق خالص في المغرب.
ما عمرنا ما شفنا خطاب يعتمد مفهوم العرق في بلادنا، ما كاينش. الحركه الامازيغيه اعتمدت خطاب الحقوق الثقافيه واللغويه. لما كنشوفوا موقف سياسي ما منخرطش في التوجه الديمقراطي اللي هو احترام التعدديه واحترام الكرامه الانسانيه واحترام حقوق المواطنه في شموليتها، كنعارضوه، ولكن كنعارضوه من اي منطلق؟ من منطلق كوننا لوبي مدني ضاغط، ماشي حزب سياسي. يمكن يخرج منا حزب سياسي الا عندنا فاعلين سياسيين بغاو يديروا حزب، هذا حق دستوري ديالهم. لكن الى حدود الساعه الحركه الامازيغيه اشتغلت كلوبي مدني ضاغط، كتشتغل كيف كلشي اللوبيات المدنيه في العالم، كترصد الخروقات وكتشتغل كقوه اقتراحيه عند الدوله، وكتجتمع مع المسؤولين، وكتنشر بيانات التنديد والاستنكار، وكتعمل فكر، يعني كتبني مفاهيم وكتبني خطاب من خلال المؤلفات والمقالات في الصحافه وغير ذلك. هذا هو الاسلوب، ولكن ماشي لا عرضت حزب راني حزب. لا يمكن لي من موقعي كفاعل مدني نعرض حزب. الموقف زعما الموقف المبدئي اليوم اللي عند الحركه الامازيغيه، انا ضد واحد التيار زعما. لا ماشي ضد تيار واحد، لا المحافظين زعما مثلا حتى حزب الاستقلال. الى انا نقول لك التصادم ديالنا، انا نعطيك غير مثال واحد وغتفهمني. التصادم ديالنا مع الاسلاميين في 1995 كان بسبب ان خطيب جمعه طلع هنا في الدار البيضاء كيقول نهار الجمعه ان الدعوه الى تدريس الامازيغيه مؤامره استعماريه، واعتبر الجمعيات كلها اللي كتطالب بالتعليم الامازيغيه مسخرين من الخارج. هنا عملنا شكايه لوزير الاوقاف ذاك الوقت، ثم دخلنا في صراع مع الحركه. بطبيعه الحال انا كنعطيك غير باقي حتى دابا، لان باقى مواقف من هذا النوع باقى مستمره. انا اعطيك مثال في هذه الايام هذه اللي احنا فيها دابا، قيادي من هذا الحزب اللي كنتكلموا عليه في اللجنه ديال الثقافه والتربيه كيناقشوا الناس القانون التنظيمي الامازيغيه، وكيتدخل كيقول راه اللغه المعياريه هي لغه مختبريه مصطنعه، والمعهد اللي كيصوبها راه علبه سوداء، وكينعت مؤسسه عموميه ملكيه بانها علبه سوداء، وهو عمره ما وطات رجليه ديك المؤسسه، عمره ما جا يسول، عمره ما خدا مؤلفات، عمره ما اجتمع مع الفريق ديال اللسانيات التهيئه اللغويه اللي كيعملوا لا ستاندرزاسيون او التهيئه اللغه، عمره ما اجتمع مع الفريق البيداغوجي، ما عنده ابسط المعطيات، وعطي لرسول حق انه يتكلم داخل مؤسسه الشرعيه. لو ان برلماني في الدنمارك ولا النرويج ولا في سويسرا غادي يناقش قضيه من قضايا في المجتمع، كيعمل بحث وكينزل الميدان، هذا هو البرلماني المسؤول، باش لما يتكلم يعرف شنو كيقول، لان الكلام ديالو خارج السياق وخارج التاريخ وكلام غير علمي. غير علمي. واحد النقطه كنت تكلمت عليها بان من اهم القطاعات اللي ممكن انتشار ديال اللغه الامازيغيه فهو قطاع التعليم. نعم. انا واحد السؤال مستفز، يعني شحال ديال الناس كيسولوا بما فيهم ناس مثلا بانه كتكون لغتهم الام هي اللغه الامازيغيه بمختلف تعابيرها، اشنو غنديروا باش غنستافدوا الى علمنا الاطفال اللغه الامازيغيه؟ نعم. واش ما كاينش واحد النوع ديال الارهاق ديال التلاميذ اللي عندهم اصلا لغتين تكتبان بحرفين مختلفين؟ نعم. اللي هي عربي وفرنسيه، وغنزيدوا عليهم حرف ثالث اللي هو حرف تفناق. نعم. ولغه اخرى. نعم. شنو الهدف منها؟ اش غنستافدوا؟ هذا كلام ما عنده حتى شي اهميه بالنسبه للدول اللي كتحمي الارث ديالها المشترك وكتحمي هويتها ايضا، لان نفس الكلام غنقولوه على العربيه. راه الناس الفرنكوفونيين اللي هما ضد اللغه العربيه كيقول لك اش غندير بها، انا عمري ما احتاجيت لها، وما عندهمش الحق، لان اللغه العربيه عندها التراث ديالها وعندها واحد الارث وعندها دور ديالها. اذا العربيه والامازيغيه في المغرب ما هماش لغات الصواريخ ولا ديال الثورات العلميه او التكنولوجيه، هما لغتي هويه بالنسبه للمغاربه، وبالتالي الحفاظ عليهم هو حفاظ على الاستقرار ديال بلادنا، وكذلك بناء شخصيه وطنيه عندها جوج رجلين وماشي عرجه، واقفه على جوج ديال الرجلين وبعقل متوازن. اذا الى غادي نقريو الامازيغيه غنقريوها لانها اقدم لغه على هذه الارض، راه مازال ما كاينه لا العربيه ولا الفرنسيه على هذه الارض، ملي كانت الامازيغيه الاف السنين. وعلاش غنقريو العربيه؟ لانها كذلك هذه 1400 عام وهي هنا وعندها ادوار والمغاربه كيحترموها. اذا المبرر هنا هوياتي ومبرر ثقافي كذلك وادبي. ولكن الى غادي نبداو ننظروا للغات نظره براغماتيه نفعيه، في هذه الحاله خصنا نلوحوا كل شيء وناخذوا الانجليزيه بوحدها، لان من دابا بضع سنوات غادي يولي 4 المليار ديال الناس في العالم اللي كيستعملوا اللغه الانجليزيه، وهي باش كتنتج المعرفه العلميه، ولكن ما يمكنش لينا ابدا ان الانجليزيه
تساوي عندنا لغه ديالنا. كاين واحد السؤال القضيه ديال لاغرافي او الحرف هذا السؤال هذا ماشي عائق بيداغوجي اطلاقا. نقول لك علاش البيداغوجي علماء النفس التربوي واش ما كانش خطا الخط ديال التفنغ لان الخطا ديال التفنغ لان هذا ليس خطا لا هذا انجاز تاريخي بالنسبه لي لا كان اختيار كانوا اختيار بانه كتابه الامازيغيه اما باحرف لاتينيه او الاحرف العربيه او لا التفنغ وقع الاختيار بانه غيكون التفنغ ولكن كيف وقع الاختيار راه هذا هو اللي خص المغاربه يعرفوه راه ماشي المجموعه ديال المختصين في الاركام هما اللي قرروا المؤسسه ديال المعهد لا تقرر هي عطات انا في عطات راي والملك محمد السادس هو ما قررش مباشره بل استدعى القيادات الحزبيه والشخصيات الوطنيه الى الديوان الملكي في الاغلبيه الساحقه وافقوا على حرف تفنغ الا حزبين اثنين محافظين هما اللي تحفظوا اذا ولاو في حكم الاقليه فاعلن الملك محمد السادس حرف تفنغ حرفا لتدريس الأمازيغية وبعث بتهنئة إلى المجلس الإداري للمعهد الملكي نشرتها لا ماب ونشرتها وسائل الإعلام. علاش؟ أنا نقول لك علاش؟ حرف تفنغ بالنسبة لنا رمز ديال العراقة التاريخية ديال 4000 سنة وكانوا المغاربة كيتعتقلوا بسببه راه يعني مناضلين كانوا كيكتبوا به وكيتجي الأجهزة الأمنية كتعتقلهم كان حرف محظور كان بحال شي حاجة نزل علينا من السماء وهي يعني الأرض المغربية منقوشة بها لما أصبح هذا حرف ديال التدريس ولا بالنسبة لنا واحد الإنجاز رائع جدا لأنه نقلنا جزء من ممتلكات الرمزية لبيان سامبوليك ديالنا من الهامش المحظور إلى الحقل ديال الاعتراف السياسي وهذا الحرف هذا خصنا نفهموا واحد المسألة حقق اعتراف وطني في 10 فبراير 2003 وحقق اعتراف دولي في 2004 ايزو يونيكود ودخل الويندوز ويت ودخل الفيسبوك بمعنى اصبحت عنده حتى في المجال الالكتروني ولكن ساعات ما كاينش التراكم هذا سؤال هذا سؤال واش ما كاينش التراكم فيه يعني بانه يجب خلق كل شيء طبيعه الحال لان ما كاينش اصلا ما كاينش كتابه قديمه به ما كاين حتى شي حاجه يعني الله الان عاد ديالنا كنكتبوا كتب بالحرف التفنغ هذا اختيار هذا اختيار عندنا ادب عريق الادب الامازيغي شفوي كان لا شفوي ولكن كندونه كيولي مكتوب وكندرسوا به في المدرسه لما واحد الدوله كتعمل واحد الاختيار في التوافق باطار التوافق اللي هضر عليه الاخ كنتحملوا مسؤوليتنا كاملين وكنخلقوا التراكم سنغافوره تخلقات ما كان عندها والو وبنات التراكم في 25 سنه بل خلقت تاريخ رسمي ديالها كذلك مختلف التجارب لان واحد المساله بغيت نقولها هنا تفضل المغاربه لما كيناقشوا شي موضوع ما كينتبهوش لتجارب الشعوب كيتصحابهم واش بوحدهم اللي كيخدموا في هذاك المجال راه التجارب ديال الشعوب مهمه وملهمه دابا الا غنحسبوا شحال عدد الدول اللي صنعت واحد الحاجه وبداتها وخلقت فيها شي حاجه ناجحه جدا راها دول كثيره فالتجربة المغربية في الموضوع الأمازيغية تجربة رائدة وكنذكر هنا بأن الليبيين من بعد الانتفاضة الشعب الليبي ومن بعد سقوط القذافي المقررات الدراسية ديال الأمازيغية تكتبت بتفنغ إركام وصحوها باحثون من الإركام في المغرب صحوا مقررات دراسية ليبية وبعثنا بأستاذ الأمازيغية عاش في ليبيا مدة طويلة كيكون الأساتذة ديال تعليم الامازيغيه في ليبيا مشى من لهنا من المغرب وهو السي عبد الرحمن بلوش ف بغيت غير نضيف ان القضيه ديال الخمسه ديال اللغات او ثلاثه او جوج او الحروف علماء النفس التربوي اخصائيين في البيداغوجيا كيقولوا بان الطفل من 6 سنين حتى 12 عام قادر على تعلم 5 لغات في نفس الوقت هادو دابا راه اقل عز الليل اخر سؤال في المحور ديال الامازيغيه في المحور ديال الامازيغيه وفي المحور ديال الا كان في المحور ديال الامازيغيه عندي بزاف ديال الاسئله صراحه ما بقاش عندنا الوقت كثير عندي جوج ديال الاسئله غادي نحاول ممكن اني نطرحهم لك في سؤال واحد هو اللي كيتعلق بالحرف ديال تفنغ واش ما كتشوف بانه تم تجاوز واحد الارث ثقافي امازيغي كبير اللي كان مدون بالحرف العربي الحرف العربي خصوصا حنا كنتحدثوا هنايا على ارث فقهي بالضبط بالخصوص الحاجه الثانيه هو انه اللغه المعياريه اللي قلت انا ذاك النائب البرلماني وصفها بانها لغه مخبريه يعني كاين بزاف هاد الهضره هذه يتم تداولها وكاين شي وحدين اللي كيقولوا بان الحركه الامازيغيه لعبات واحد الدور اللي
ساهم في 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 شنو نقول لك تعطل تعليم اللغه الامازيغيه في 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 المدارس. مثلا علاش ما تمش الاحترام ديال الخصوصيه اللغويه لكل منطقه معينه في التعليم؟ مثلا لانه هذه كانت غادي تسهل القضيه على بزاف ديال 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 التلاميذ، لانهم كيهضروا بواحد اللغه معينه، واحد اللغه معينه في الدار مع العائله ديالهم، غادي يمشيو غادي يلقاو نفس اللغه اللي كيدويو بها. هذا هو اللي تم الحاجه الثالثه. لا نفس اللغه باش نقدر نجاوبك بعدا كاين سؤالين بعدا. المنهجيه اللي اعتمدها المعهد في توحيد اللغه الامازيغيه هي المعهد المنهجيه التدرجيه، لابروش بروغريسيف دو لا ستاندارديزاسيون. شنو كتعني؟ كتعني انه كتدخل للتعليم باللغه من اللهجه اللي انت كتكلم عليها. مثلا الطفل الريفي في السنه الاولى كيلقى تاريفيت، وفي السنه الثانيه وفي السنه الثالثه، ولكن ابتداء من السنه الرابعه، صبر باش نحكي لك، ابتداء من السنه الرابعه شنو كيوقع؟ كنبداو نزولوا الحواجز بين اللهجات. علاش؟ لان الامر يتعلق بنفس اللغه وهي اللغه الامازيغيه المعيار. وبلاتي غير نكمل لك لان باش الارغيمونتي مزيان، غير اسمح لي لا غير اسمح لي باش نعطيك لي زارغيمون باش نتفاهموا في هذا، لان كاين واحد التشويش كبير في الصحافه داروه الناس المدافعون على العربيه من 2007، بداو كينشروا ان اللغه الموحده راها مختبريه، راه غادي تقتل اللهجات كذا. هما الغرض ديالهم غير ما تكونش لغه موحده، لانهم كيفكروا واحد التفكير خاطئ، وهو الا توحدت الامازيغيه راه العربيه في خطر. هذا التفكير خصو يزول لانه غير صحيح. كل لغه عندها مكانتها. لما كنزولوا الحواجز بين اللهجات شنو كيولي الطفل في المدرسه يفهم؟ كيولي كيعرف اللهجه اللي هو دخل منها، وكيولي كيعرف اللهجات الاخرى. وغنعطيك مثال ما دومنا في راس السنه الامازيغيه، السكواس فولكين عند الجنوب، السكواس إغودان في الوسط، السكواس إشنان في الشمال. الطفل غادي يعرف إفولكين إغودان إشنان مترادفات. علاش؟ لأنه كقرينا العربية، العربية كتقول للطفل الهزبر هو الضرغام هو الرئبال هو الليت هو السابع هو الأسد. شنو هاد الأسماء كلها؟ هي مترادفات ديال القبائل العربية واللهجات العربية اللي كانت، وتم تجميع اللغة بالمجهود ديال أبو عبيدة الأصمعي سيبويه بن أجرم الأمازيغي. فلا ستاندارديزاسيون هي اللي غتحمي اللهجات. علاش؟ لأن إلا سمعتي السوسي اليوم البائع التاجر الصغير كيتكلم بتسوسيت، راه كتلقى أن ما بقى منها إلا القليل، لأن الوسط اللي كيعيش فيه كتبدا اللغة كتمشي، الفوكابولير كيبدا ينقرض كيبدا يمشي، في الآخر كيولي يستعمل في اللغة ديالو القليل من الكلمات الأمازيغية والكثير من العربية والإسبانية والفرنسية. كيقول لك تسكرت الفالطة، تسكرت لفوت، تسكرت الغلط. ولكن شنو هو الغلط وشنو الفالطة وشنو لفوت بالأمازيغية؟ كتمشي. التعليم شنو كيعمل؟ كيرد هذاك المعجم كله التقليدي اللي نساوه الناس، وكيزيد عليه لينيولوجيزم بمعنى الابداع المعجمي، المعجم الجديد اللي هو ضروري، لان ما يمكنش ليك تقري التلميذ في المدرسه وتقول له هذه ما كايناش هذه ما كايناش. لا بد. وهذا هو السبب علاش الناس ما كيبقاوش يفهموا لغه المدرسه، لان لغه المدرسه ماشي هي بالضروره اللغه اللي كيتكلموا الناس في السوق. الا خديتي اللهجه ديال السوق غتدخلها للمدرسه كتعمل عليها واحد العمل علمي كيتسمى لاميناجمون لينغويستيك، يعني التهيئه اللغويه. هذيك التهيئه اللغويه كتحيي المعجم نساوه الناس، كدير معجم جديد، كتعمل تنميط وتقعيد على المستوى المورفو سانتاكس. هنا كيبداو الناس يقولوا لك ما كنفهموش هاي، ولكن خصهم يقراو. واش الوالد ديالي والوالده ديالي كانوا كيفهموا العربيه الفصحى لما جاوا من البلاد الوسط الحضاري وبداو كيسمعوا نشرد الاخبار؟ ما كانوا كيفهموا منها حتى حاجه، لان ما قراوش هذه اللغه في المدرسه. اذا الامازيغيه لغه مدرسه، عندها اللهجات ديالها بحال العربيه، ولكن خاص الناس اللي كيقراو هما اللي غيفهموا الوثائق والخطب والمحاضرات اللي غادي تعمل بطبيعه الحال بهذه اللغه اللي هي لغه المدرسه. سي احمد عصيد، بانك انت بطبيعه الحال تكلمنا بشكل كبير على الامازيغيه، لانك من كما قلت فيما سبق من رموز ديال الحركه الثقافيه الامازيغيه، ولكن ايضا انت معروف ايضا في النقاش العام بدفاعك عن الحريات الفرديه وعلى الحريات الشخصيه. نعم. وهذه جبدت لك شحال ديال المشاكل. بزاف. علاش في المغرب فيما كنوصلوا للنقاش حول الحريات الفرديه والحريات الشخصيه في المغرب؟ نعم. كيوقع جدال وتشنج وكنوصلوا للسب والقذف علاش هذا السبب؟ انا نقول لك علاش السي عبد الله؟ لان التربيه اللي كيتلقاوها المغاربه ما هياش تربيه على الحريه. المغاربه كيتربوا بين عالمين،
لأن الدولة مزدوجة. جاء الماريشال ليوطي في 1912 ودار لي ستركتور ديال ليطا مودرن ديال الدولة الحديثة ودارها بجوار لي ستركتور دو مخزن تراديسيونيل أو البنيات ديال المخزن التقليدي. ورثنا من بعد الاستقلال دولة بوجهين، فيها الوجه الحداثوي وفيها الوجه التقليداني. لما درنا النظام التربوي عوض ما نعملو نظام تربوي منسجم كيوجه المغاربة نحو المستقبل وكيبني الشخصية ديالهم في إطار منفتح، اش درنا؟ دخلنا التقليدانية للتعليم ودخلنا حداها الحداثوية، ولا الطفل ممزق كيوصل البكالوريا وهو الفكر ديالو مشتت بين عالمين، عالم التقليدانية اللي كيقول له هذا هو الحق المطلق، وعالم ديال الحداثة اللي كيعطيه قيم أخرى كثيرة. في النهاية شنو كيعمل؟ إما أنه كيشعر بالضياع، وإما أنه كيطيح في التطرف، لأن في النهاية كيقول إيوا هاد الشيء ديال الحداثة راه غربي وأنا الأصالة ديالي هي هذه، وكيطيح في الإنغلاق وكيطيح في التطرف وكنوليو في الداعشية. فلهذا النظام التربوي المغربي ما قدرش يخلق لنا شخصية متوازنة لسبب رئيسي هو هاد النوع من الازدواجية. ازدواجية الدولة، ازدواجية النظام التربوي خلق تشظي بين سلوك المغاربة ووعيهم، وهذا هو سبب السؤال ديالك. يعني المغربي ملي كتهضر معاه بدقة في التفاصيل كتلقاه باغي الحرية ديالو، ولكن ملي كتكلم معاه على المستوى القيمي كتلقاه ضد حريته. علاش؟ لأن ملي كيتكلم بالخصوص إلا عطيتيه الميكروفون في الشارع كيبدا يفكر شنو بغى المجتمع او شنو بغات السلطه، ما كيفكرش شنو بغى هو، لان ما علمناش الناس يتكلموا بحريه ويعبروا بحريه. ولهذا انا كنعتبر شخصيا بان المعركه الكبيره ديالنا هو تحرير النظام التربوي من الازدواجيه القاتله، وتحرير النظام التربوي ديالنا من الاصنام ديال الماضي. النظام التربوي خصو يفتح المغرب على العالم، لأن هاد البقعة الأرض كان السكان فيها دائما منفتحين على رياح الحضارات المختلفة، وكل حضارة تنغلق تموت. الحياة الحضارات هي في الأخذ والعطاء، هي في التبادل. محمد القاسم، أنا السي أحمد زعما متفق يعني جملة وتفصيلا مع هذا الشيء اللي كتقول، ولكن كاين هذه القضية ديال الازدواجية ماشي غير على مستوى المجتمع اللي كنعتبره هو حلقة الأضعاف، لأنه هو في النهاية المجتمع هو نتاج. نعم. تكلمتي على الجانب المدخل ديال التربية هو أساسي. واش ما كتشوف أن هذه الازدواجية كنعيشوها حتى على مستوى مثلا المثقف اليوم، وحتى على مستوى السياسي اليوم مثلا العلاقة مع الـ مع الـ مع الـ مع الحريات الفردية. نعم. مع الناس معنا شي حد دار لنا أطروحة متكاملة يعني على المستوى على الأقل يعني القيمي والسياسي، بمعنى احنا محافظين انتخابيا وهذاك الشيء، يعني كنتكلم مثلا على مستوى السياسيين على السياسي. نعم. سياسي محافظ انتخابي بمعنى وحدتي غير فاش كيبغي، ولكن نهار كتجي الانتخابات كيقول لك انا سيدي انا نلبس جلابه ونمشي ندخل مع الناس زعما انا ومت المحافظه وانا وبت المحافظه. بمعنى هذه الازدواجيه فينا هو زعما واش ما قدرناش اليوم نتجو واحد النموذج يكون منسجم في كله، يعني على مستوى المواقف. بمعنى يعبر يعني يخرج كما كتقول انت دابا يخرج بوجه احمر يقولوا دانا حداتي الى النهايه، راه ماشي حداتي في لا خصك تميز بين الدور المثقف ودور السياسي. لا زعما انا السياسي عنده واحد المشكل كبير اشرح لك زعما حتى المثقف. لانه غالبا الحركات يعني السياسيه جزء منها كيكون مرتبط يعني ولا المثقف كيكون مثقف حزبي كاين يعني بشكل لا السياسي عنده مشكل كبير خلقته السلطه، هو ان عبر النظام التربوي في المرحله ديال الملك الراحل الحسن الثاني خلقنا مجتمع على مقاس السلطه. لما كتخلق مجتمع كتشيع فيه المحافظه بالنظام التربوي وبقرار سياسي من 79 بالخصوص، شو كيوقع؟ كيوقع ان السياسي باش ما يبقاش اورجو خصو يساير النزعه المحافظه في المجتمع. هنا كيجي داك النفاق السياسي اللي كتكلم عليه، هو راه حداتي نمط الحياه اللي كيعيش في حياته منفتح على العالم وما كرهش بلاده يشوفها بلد متقدم، ولكن هو محتاج الاصوات وخصو يخوض حمله انتخابيه كيصدق في هذيك الازدواجيه، لان كنعتبرها نوع من النفاق السياسي. بما ان المجتمع هكذا فانا خصني نقول للناس داك الشيء اللي يرضيهم باش يصوتوا عليا. المثقف ضد هذه الاطروحه، المثقف هو اللي كيقول للناس الحقيقه ديالهم حتى ولو كانت موجعه، حتى ولو ما كانوش باغينها لان فيها العيوب ديالهم، وهذا سبب المعاناه. ما شفناش مثقفين لحدود الساعه على الاقل بتوجه كاينين. لا اللي كيقول مثلا انا علماني لا كاينين لا كاينين. بمنطقها كله بمعنى انا علماني مغربي علماني ضد هذه القضيه ديال 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 اولا خصنا نعدل الدستور
على مستوى من لأنه كنقول أنا مثلا الدستور كيتكلم على دين الدولة الإسلام فهذه فيه ضوابط بمعنى أننا نبدلوا يعني بغينا نقول واحد الجزء من جينات المجتمع المحافظة ونتحمل فيها المسؤوليه بمعنى حتى هو كاين واحد النوع ديال التذبذب مره هكذا مره هكذا صح كاين مثقفين كانوا صرحاء وكانوا في الموعد مع التاريخ وقالوا الحقيقه ولكن للاسف ما كاينش تكتل ديمقراطي في بلادنا اللي يحمي المثقف لما يعطي افكار عميقه وكتبني المستقبل. الحريات في بلادنا حريات مهددة باستمرار وما زالت مهددة وباغي غير ندقق في هذه القضية الحرية الفردية لان الناس ما فاهمينهاش بسرعة. حرية الفردية هي الحرية ديال الفرد في اختيار نمط ديال حياته اللي ما عند الحق حتى واحد يتدخل فيها. لما الفرد كيختار نمط حياته الدولة كتحميه. علاش؟ لان انماط الحياة متعددة مختلفة والدولة كتحمي الكل. ولكن باش يسعى شي حد يفرض على المغاربة نمط حياة اوموجين ولا يونيفورميزي بمعنى مفروض يعني كتنميط مطلق، هذا ماشي خاصية اللي مطبقة للمغرب والواقع المغربي كان دائما عبر آلاف السنين واقع ديال التعددية والتنوع. السي احمد عاصي دمر الفقرة الآن وهي وجه لوجه 3 دقائق لكل صحفي. مدب عز عليلو تفضل. السي احمد عاصي انت من اكبر المدافعين عن تطبيق العلمانية هنا بالمغرب واللي تهيك تسعى الى تطبيق الحريات الفردية، ولكن كنشوفوا حنايا هنايا في المجتمع المغربي التيار الاسلامي عنده شعبيه اكبر بكثير من 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 الجهات التي تدعو الى العلمانيه. في نظرك ما الذي يجعل تاثير التيار العلماني في المغرب محدود جدا؟ وقد تقول بانه هناك من لا يفهم ما هي العلمانيه ما هي الحريه الفرديه، ولكن هنا نتحدث عن دور مفقود. من دور من هذا الذي الدور الرئيسي هو دور للنظام التربوي. النظام التربوي خلق لك مجتمع محافظ الإسلامي اللي كيتكلم بالدين لابد غادي يجيب أغلبية لأن السلطة هي قاتلو المجال. النظام التربوي ديالنا كيصنع النزعة المحافظة وراه من حسن حظنا بفضل يعني القرار ديال الملك محمد السادس مراجعة المقررات الدينية من حسن حظنا أن واحد العدد المقررات تزولت، ولكن داكشي اللي كان فيها كان خطير جدا، كان خطير لأنه كان كيصادم بين الفرد والدولة وكان كيصادم بين الفرد والفرد، كان كيخلق صراع وصدام يومي بسبب أن الناس كيعيشوا حاجة ولكن كيقراوا حاجة أخرى. نعم. ما ردمناش الهوة بين المدرسة والشارع والأسرة، ما خلقناش واحد الانسجام في الوعي المواطن بين هذه المجالات هذه الثلاثة. فإذا لا أنا ما كنستغربش أنا لما الإسلامي كيجيب الأغلبية في الانتخابات شيء طبيعي لأن النظام التربوي خدام ليه، المساجد خدام ليه، الإعلام واحد الجزء كبير خدام ليه. إلا كان نقول لك شنو كيتقال في بعض الإذاعات الخاصة راه غادي تستغرب، راه أمور خطيرة مضادة لالتزامات الدولة وكتقال في وسائل الإعلام. فلما يكون عندنا نظام تربوي مواطن كيبني المواطن الحر عندئذ أجي نتحاسبوا واش المغاربة غادي يفهموا العلمانية ولا ما غيفهموهاش. ولكن باش تصنع كل أدوات وقنوات التواصل للدولة تكون كتسوق واحد الحاجة وتجي تقول لي علاش انا ما كنقنعش، ولكن سي احمد طبيعي لان انا ما عنديش الامكانيات ديال الدوله. سي احمد حنا دابا في القرن 21 حتى الامكانيات ديال الدوله او لا راه ما كتسعاش للتاثير اللي نقدروا نوصلوا ليه الفضاءات اللي مفتوحه مثلا مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب. هنايا كاين منابر من اجل مخاطبه الشباب من اجل مخاطبه الجيل الجديد، ولكن كاين هذا غير كافي ماشي لا، ولكن حتى الدور ديال المثقفين بالنسبه ديال هذه النخبه هذه اللي كتدافع على الحداثه وعلى العلمانيه كنشوفوا بان الدور ديالهم ناقص جدا. دور المثقف وقع فيه تراجع لسبب رئيسي هو ان احزاب معينه في المغرب كانت عندها نخبه ثقافيه كبيره لما دخلت في التجربه ديال التناوب التوافقي واحد النسبه ديال المثقفين اعتزلوا، واحد النسبه ديال المثقفين ولاو في المكاتب ديال الوزارات وهذا ماشي الدور المثقف، واحد العدد المثقفين ايضا اللي هما مثقف اكاديميون بقاو في اطار الجامعه وما كيقوموش باشعاع على الصعيد الاجتماعي. زائد بطبيعه الحال ان على كل هذا المشكل المثقف محتاج لتفصيل طويل ربما ما كيتسحش فيه الظروف. محمد بالقاسم 3 دقائق. السي احمد كاين واحد الاشكال مرتبط بان في الحق الحداثه والديمقراطيه هما عمله يعني عمله
يعني وجهين لعمله واحده ها. بمعنى شي مرات كيكون يعني الحادثه ما عندناش مشكل، ولكن ما كتشوفش انه حتى العمق الديمقراطي شي مرات فاش هذه الحادثه ما كتكونش مسنوده بعمق ديمقراطي فكتولي زعما حادثه ناقصه. بمعنى مثلا فاش كنلقى لنا السياسي ولا المثقف كيدافع يعني على الحادثه بغياب العمق الديمقراطي، يعني ما عندوش قدره يعني يرفع الباره شويه على المستوى الديمقراطي اش من الحادثه غنتكلموا عليها؟ لا لا يمكن قبول اي خطاب يزعم الحداثويه وهو ماشي ديمقراطي، لان الديمقراطيه مفهوم حداثي، والعلمانيه ايضا ما يمكنش تكون ديمقراطي وانت ماشي علماني. علاش؟ لان ملي كتكون ديمقراطي ما كتستعملش الدين في السياسه باش تقهر الناس، فاذا ما دمت ديمقراطيا فانت علماني. ولكن شكون اللي شوش على الموضوع؟ اللي شوش على هذا الموضوع هما الناس اللي نضوا اختزلوا الديمقراطيه في صناديق الاقتراع فقط. طيب. وقالوا لنا ان الديمقراطيه هي الاغلبيه العدديه. طيب. لا، الديمقراطيه الاغلبيه العدديه خاصها تضمن لك ان القيم ديال الديمقراطيه اللي هي المساواه والعدل والحريه وفصل السلط والكرامه الانسانيه تكون مصونه. طيب. هذه هي الديمقراطيه. واش ما نسمعوش اليوم مثلا من التيار الحداثي في المغرب؟ نعم. مطالب واضحه بتغيير الدستور والحد، يعني هذه القضيه ديال الدوله اللي جزء منه هو مدخل اللي كيستعملوه المحافظين يعني على 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 مستوى القضيه ديال الحريات الفرديه. واش اليوم يعني مستعدين انتم كحداثيين تدفعوا يعني الا بغينا نقولوا الثمن ديال موقف ديال تغيير دين الدوله اليوم؟ لا، حنا كندفعوا الثمن ديال توعيه الناس بحريتهم بانهم احرار، ممكن نطالبوا بتغيير وخصهم يكونوا احرار وما عند حتى واحد الحق يتعامل معهم كما لو انهم عابد. هناك جرأه لتغيير يعني انه طالبوا بتغيير دين الدوله اليوم؟ لا، بطبيعه الحال حنا اولا كندافعوا على التعدديه الدينيه، ولهذا دفعنا على المسيحيين المغاربه اللي تبنوا، دفعنا على البهائيين المغاربه، دفعنا على اليهود المغاربه واعتبرناهم منا، نحن منا، هم منا ونحن منهم منذ 2500 سنه. فهذا الدفاع هذا هو الدفاع في الطريق الصحيح ديمقراطيا، لان الدوله خصها تحمي التعدديه ماشي غير اللغويه والثقافيه بل الدينيه ايضا. ونعطيك واحد المثال، الدستور المغربي كيقول حق ممارسه الشعائر الدينيه لكل واحد، هو عاطيك الحق، ولكن ما كيمشي مغربي باش يصلي في كنيسه لانه ما تنقبض، يقبض عليه، وهذا خطا فادح وهذا خرق للدستور. كذلك لما واحد تغير دينه قانونيا، الدوله المغربيه ما عندها ما تدير له، لان ديك زعزعه عقيده مسلم لا تنطبق عليه. اليوم عندنا القانون الجنائي ما كينطبقش، مادام الدستور اليوم كينص على دين، يعني على دين معين اللي هو الاسلام. لا، فزعما لا نهائيا اسلاميه، يعني ان الاسلام دين رسمي للدوله ما كيعنيش اننا دوله دينيه. لا، انا ما قلتش دوله دينيه. والنورفيج النورفيج فيها دين رسمي وما كتفرض الدين على حتى حد، بالعكس الناس كلهم احرار، ومن اسعد شعوب العالم الدنمارك والنورفيج وفنلندا وكلهم عندهم ديانات معلنه في الدار. انتهت 3 دقائق ديالك، والان غنمر بسرعه على الاختيارات ديالك. والاختيار الاول فهي صوره اللي غتظهر الان امام الشاشه، واللي نطلب منك التعليق عليها. الصوره هذه اللي هي ديال بالنسبه لك هي القريه، هذه القريه فاش تولت سميتها قريه تورميت. سميتها كاينه بين تفراوت وتارودانت في الاطلس الصغير، وتابعه للعمله ديال تارودانت، وهي القريه اللي عشت فيها 4 سنين الاولى من حياتي، يعني قبل ما نجي للمدينه. وفيها تعلمت اللغه وتعلمت الثقافه، وفيها ايضا تعلمت القيم ديال الديمقراطيه، التوزيع العادل ديال الخيرات، وكذلك التدبير ديال الشان ديال الناس. وهنا ما دمتي هضرتوا على العلمانيه، راه تعلمت العلمانيه في هاد الدوار، لان الجماعه لما كتجتمع باش تعمل تدبير ديال الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه، الفقيه كيكون خارج هذاك الاطار، لانه مكلف فقط بالامور الروحيه وكيصلي بالناس، ولكن عمره ما كيكون عضو في الجماعه. هذا مبدا اساسي في الفصل بين الدين والسياسه. اختيار اخر، مروا اختيار اخر وهي جمله، ان يكون المرء هو ذاته تلك هي الحياه، لهندل هو الموسيقي الالماني. هذه القوله هذه هي اللي طبعت حياتي كلها. علاش؟ لان المقصود بها هو اني لما انطلقتش من ذاتك كتكون نسخه للاخرين، والاصاله الفعليه والابداع الحقيقي هو الانطلاق من الذات. والمعركه الامازيغيه كلها هذه 50 سنه هي معركه من اجل الانطلاق، العوده الى الذات والانطلاق منها، الذات المغربيه. احنا ماشي فرنسيين وحنا ماشي مشارقه، نحن مغاربه.
شكرا لك، وصلنا لنهاية البرنامج. في نهاية الحلقة أشكر السيد أحمد عاصي الكاتب والحقوقي، شكرا لك الحضور معنا مرة أخرى، سنة سعيدة أو سنتان سعيدتان. شكرا للسي محمد القاسم من موقع هيسبري، شكرا لك الحضور، وأيضا عايز أليلو من موقع دوزان بويما، شكرا لك الحضور، شكرا لكم وإلى اللقاء الأسبوع المقبل، شكرا.